الكرام مستمعينا الاعزاء الزملاء، حمد بن ضبيب الشامسي فايز بن غفان اليابري. التواصل هنا مستمر من ارضيه ميدان الدستور في تحفه ميادين السباق ميدان المرموم لسباق الهجنه العربيه الاصيله واشواط الحجاج المتواصله بانطلاقها. انتهينا من اشواطنا المفتوحه ونبدا الان مع اول اشواط الانتاج. الشوط الثالث عشر هو الشوط الاول ابكار للانتاج والمنتجين على ارضيه الميدان من دبي من المرموم تحفه ميادين السباق ابكار، وفي مقدمتهن زعفران السيف بن محمد بن حمد الدرعي. مشاهدينا الكرام هي من تقدمت، ولكن يبدو أن التغيير جرى هنا في المقدمة من خلال وجود مطيل الحمدان بن سعيد بالويهي الدرعي، والمركز الثالث اللي دخلت بقوة زعفران السيف بن محمد بن حمد الدرعي. السلام وجود ترنيم لحمد بن حميد بن محمد العويسي، واحد من أخوان أهل سلطنة عمان الشقيقة، هو من فل الشوط وانطلق مباشرة إلى المقدمة. المركز الخامس مباشرة ننتقل إلى الضبية أو ضبية لجروان بن راشد بن كشيم الشامسي. المركز السات اللي تتنافس مع ضبية 18 اللي هي مهمة لحمد بن شطيط بن سالم لوهيبي، وهناك أيضا تليها في المركز السادس. مشاهدين الكرام هلاك الله يكفينا شرها، بس هذه هلاك السيد سالم بن محمد بن سليم العذاري. والمركز السابع اللي هي مطرة للسيد مبارك بن حمد بن محمد بن طرشوم العامري. والمركز الثامن موجودة ريم العلي بن حبروت بن سلطان الاشتبي. المركز العاشر هناك مخددة لحمدان بن مسلم بن سعيد الدرعي. والمركز التاسع طبعا المركز العاشر اللي تحتل مياسة لخالد بن عبيد بن عمير الكتبي. هذه نتيجتنا لهذا الشوط وانطلاقته. الشوط الأول بكار انتاج هو الشوط الثالث عشر في مجموعة أشواط الحقائق هذا الصباح. مشاهدي الكرام لأبناء القبائل الذين انطلقوا وتوافدوا على أرضية ميدان دستور، نبدأ بالشوط الثالث عشر أول أشواط الانتاج والذين حلفوا على الانتاج لهذه السن وهذه الأشواط. نعود إلى مقدمة شوط حيث ضبية لجروان بن راشد بن كشيم الشامسي المسيطرة على مقدمة شوط. يا سلام، وهناك لقادمة ترنيم لحمد بن حميد بن محمد العويسي، واحد من شباب السلطنة النشيطين المميزين القادم بقوة للمنافسة على أرضية ميدان المرموم. المركز الثالث اللي وصل فيه زعفران السيف بن محمد بن حمد الدرعي. رابع المراكز هناك دخول قوي وملفت للنظر من قبل حاملة رقم 27 مطرة مبارك بن حمد بن محمد بن طرشوم العامري. المركز الخامس مطيل السيد حمدان بن سعيد بن لويه الدرعي. والمركز السادس اللي هي مياسة خالد بن عبيد بن عمير الكتبي. المركز السابع مرة أخرى ريما لعلي بن حبروت بن سلطان الكتبي. المركز الثامن اللي تصل فيه بن صوغان الحميد بن حرام بن حمد بن حميدان. المركز التاسع وصلت الهوجة للسيد سعيد بن غدير بن عبيد الكتبي. والمركز العاشر كم العاشرة؟ لا اللي ورا ثلاثة، اللي ورا ثلاثة ما نشوفه. يلا بنعود بنعود إلى مقدمة الشوط. راحت مالها نصيب تنذاع مرة ثانية في المركز العاشر. إذا بتصوغان مشاهدينا الكرام حميد بن حرام بن حمد بن حميدان. يا سلام 600 متر لكن وصل الجميع للمنافسة والمطالبة بالحقوق في مقدمة هذا الشوط. وأول الواصلات يا سلام يا سلام الضبية ضبية ضبية أو الضبية لسيد جروان بن راشد بن كشيم الشامسي. الضبية اللي غيرت هناك دخول من ترنيم حمد بن حميد العويسي قادم من السلطنة الذي فجر المقدمة وانتقل مباشرة إلى المركز الرقم واحد. والمركز الأول تعود مرة أخرى الضبية جروان أو جروان بن راشد بن كشيم الشامسي. والمركز الثالث واصلة بقوة بصوغان حميد بن حرام بن حمد بن حميدان. يا سلام، وهناك أيضا مياسة خالد بن عبيد بن عمير كتبي. المركز الرابع المركز الخامس اللي هي زعفران السيف محمد بن حمد درعي. لكن المعركة تطهر الآن على مقدمة هذا الشوط والصمود أول أشواط الانتاج لمن من اول المنتجين. المركز الاول الله العوير بن صوغان حميد بن حرام بن حمد بن حميدان في المركز الاول، تهانينا. المركز الثاني ترنيم حمد بن حميد بن محمد العويسي. المركز الثالث مياسة خالد بن عبيد بن عمير الكتبي. ورابع المراكز المركز الرابع اللي هي الضبية لجروان بن راشد بن كشيم الشامسي. المركز الخامس المركز الخامس زعفران السيف بن محمد بن حمد الدرعي. مشاهدينا الكرام هذه النتيجة.
وهذا ردائنا. وبشوف طبعا هناك 5 مراكز زي الاخوه والاخوات مشاهدينا الكرام على الهواء مباشره، نحيلها لجان التحكيم لنستكمل مراكز 10 أولى في مقدمة هذا الشوط. التوقيت الزمني والمعركة طاحنة على المركز الأول في أول أشواط الإنتاج وإعادة لحظات وصول ذلك الشوط، شوط 13 الأول للمنتجين والإنتاج للإبكار. الحقائق 4 دقائق 33 ثانية جزء 1 ثانية. هذه هي بنت صوغان لحميد بن حران بن حمد بن حميدان. سلام يا العويرة، سلام يا العوير، سلام مع هذا الشعار للاخوان، التحيه والاحترام. المركز الثاني 4:33.3 اللي هي ترنيم حمد بن حميد بن محمد العويسي من سلطنه عمان الشقيقه. والمركز الثالث اللي هي 4:34.6 اللي هي مياسه خالد بن عبيد من أمير كتبي. تهانينا والناموس، تهانينا لكل الفائزين مشاهدينا الكرام مستمعين الأعزاء. لحظات وينطلق شوطنا 14 معلنا الشوط الأول للقعدان في الإنتاج الحقائق. هذا السن سن الحقائق قعدان، ولكن خاص بالإنتاج. من حلف على الإنتاج ومن جاء وسجل للمشاركة بشوط الإنتاج وفزع الناقة للبعير ومن أخذ له سرة ومن حط له لاين ومن قال يا فلان دخيلك وردين الشان ودعير الفلاني. الله يوفقهم، الله يوفقهم. هذه الزبدة وهذا الحاصل وهذه نتيجة الجهد اللي الجهيد اللي قدموه وصبروا على مدى سنتين إلى هذه اللحظة.